بس انا اسمي خلود الجمل واصحابكم في جولة اخبارية عالمية سريعة ومبسطة. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم في العواصف الرعدية العنيفة والزوابع التي اجتاحت عدة ولايات بوسط غرب الولايات المتحدة الامريكية امس، ما اسفر عن محي احياء كاملة في ولايتي اوكلاهاما واركانساس، حيث خلفت العواصف دمارا واسع المدى ادى ايضا الى اصابة العديد من الاشخاص. ويبدو أن هناك حزمة جديدة من العقوبات في انتظار موسكو بسبب موالاة الانفصاليين الأوكرانيين لروسيا، حيث تعتقد أوروبا أن روسيا هي من تؤجج المظاهرات في شرقي أوكرانيا وهو ما ينفيه الكريملين. ومن المتوقع أن يعلن دبلوماسي الاتحاد الأوروبي عن مزيد من الأسماء الروسية والتي سوف تستهدفها العقوبات، إلا وأن هذه الإجراءات لم تسفر عن أي أثر يذكر حتى الآن. حكمت محكمة مصرية بالإعدام على 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، ويأتي هذا في الوقت الذي تم استبدال عقوبة الإعدام على 500 آخرين بالسجن المؤبد. عادة ما يحب الأسيويون محطتهم النووية ويفتخرون بها، إلا وأن المعارضين المناهضين للأنشطة النووية قد تظاهروا في شوارع العاصمة التايوانية تايبي اعتراضا على إنشاء المحطة النووية الرابعة على جزيرة تايوان، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المسيرات الحاشدة. نشرتنا انتهت، لكن تابعوا مزيد من الأخبار السريعة على newsbuzz.com.uk وعلى الفيسبوك وعلى تويتر بتسع لغات مختلفة. Bye.